عايز تتخن، عايز تخس، نفسك تاكل زي ما انت عايز من غير ما تتخن، نفسك توصل للوزن المثالي من غير ما تبذل اي مجهود. والنبي الحقني بقى يا حسام، بص في اخر الفيديو هعرفك على طريقه هتخليك تتحكم في حركتك وشكلك ووزنك بشكل مثالي من غير ما تبذل بقى اي مجهود ولا تقلل اكلك ولا الكلام ده كله خالص. بس في الحقيقه هيبقى في شويه تضحيات لا تذكر بالنسبه للنتيجه اللي هتحصل في الاخر. مبدئيا كده احنا هنتكلم عن الحرق، عملية الميتابوليزم، ودي بقى العملية اللي بيقوم بيها جسمك عشان يحول الاكل اللي بتديهوله لطاقة عشان يقدر يقوم بالوظائف الاساسية بتاعته زي التنفس والدورة الدموية والنمو واصلاح حتى الخلايا اللي تلفت اثناء الاستخدام اليومي ليها، وكمان تظبيط الهرمونات وتظبيط درجة حرارة جسمك. بمناسبة درجة حرارة الجسم ديت انا عايز اقول لك معلومة لسه مكتشفها. في العادي لما بتشرب مشروب ساخن اول ما بيخش جوه بتبقى درجة الحرارة جوه عالية قوي، يقوم جسمك مدي ريفلكس كده يروح للهايبوثالامس وده الجزء اللي في المخ المسؤول عن تظبيط درجة الحرارة. قايل له بقول لك ايه عندنا درجة حرارة عالية قوي ممكن تنزلها لنا؟ يبدا الهايبوثالامس بقى يشتغل ويدي اشارات للجسم عشان يخفض من درجة الحرارة. يعني ايه يعني الكلام ده؟ ما تشربش مشروبات ساخنة عشان هتبردك اكتر. لو عايز تشرب مشروبات تبقى بدرجة حرارة الغرفة، ولو هتشرب مية ما تشربش برضه من التلاجة. بقى تسخن كده وتقاوم البرد دوت كلك كوارع او عدس. الكوارع فيها دهون شويه كده اهوت، فهتبقى صعب على الجسم ان هو يهضمها وهيفضل يشتغل فيها كتير، والعمليه دي هتنتج طاقه وهتخليك سخن. اما بقى العدس فيه كربوهيدرات ودوت هيديك سعرات حراريه كتيره قوي فهتسخن جسمك. وخلينا في موضوع، في بقى حاجه اسمها البيزل ميتابوليك ريت او البي ام ار، وده المعدل اللي بيحتاجه جسمك من الطاقه عشان يقدر يشتغل في وقت ما تكون مرتاح. غالبا بيبقى 70% من الاكل اللي بتدخله والطاقه اللي بتنتجها بتبقى رايحه للبيزل ميتابوليك ريت. اما بقى 30% الباقيين فدول بيستخدمهم الجسم عشان يقدر يحرك الحركات بتاعه العضلات. البيزل ميتابوليك ريت ده بقى بيتاثر جدا بالاكل، يعني انت لو جيت في مره كده وقفت اكل هيقل جدا جدا عشان يقدر يواكب الدنيا عندك، وهو ده بقى مود المجاعه اللي كنت بتكلم عنه في الفيديوهات اللي فاتت دي كلها. في الاخر يعني ده بيأثر ازاي على الوزن؟ ما تضيعش وقتنا يا عم. يا عم حاضر حاضر. معظم الناس بتلوم الحرق وبتعمله شماعه عشان تعلق عليه مشاكل الوزن عندك، بس الحقيقه ان الراجل ده مظلوم معاك اصلا، هو بيحاول بس يظبط نفسه على قدر احتياجاتكم. بس خلينا متفقين عند نقطه ان اي حد بيدخل كالوريز اقل من اللي هو محتاجها هيقل في الوزن. طب ايه الفرق بين معدل الحرق السريع ومعدل الحرق البطيء؟ سؤال جميل. الشخص اللي عنده حرق سريع بيحرق كالوريز اكتر حتى وقت الراحه، اما اللي عنده الحرق البطيء بيحتاج سعرات حراريه قليله عشان يقدر يكمل ويعيش. بس هصدمك بقى واقول لك حاجه، الدراسات قالت ان الناس التخينه عندها معدل الحرق ده اعلى بكتير من الناس الرفيعه، وقالت برضو ان معدل الحرق السريع مش شرط يوصلك لحد النحافه. ضاعت فلوسك الصابر في الجري ورا دكاترة التغذية. لا يا عم اهدى اهدى اهدى. انا جبت لك الحل بقى خلاص. بعد دراسة كده وتعمق في الامراض اللي بتودي لزيادة الوزن او نقصانه، اكتشفت ان في هرمونات في جسمنا تقدر تزود الوزن او تنقصه، وبصراحة كده كنت حابب قوي ان انا العب في الموضوع ده. سألت دكاترة كتير حواليا عن طريقة استخدام الهرمونات دي في ان اوصل للشكل اللي انا عايزه، لان بصراحة زي ما انتم شايفين كده انا عندي صدور واوراق وكل حاجة كل حاجة. الحقيقة ان كله اجمع ان بلاش اللعب في هرمونات خالص، وإني عشان اخس العب رياضه بقى واقلل الكالوريز والكلام ده، وانا لو عايز العب رياضه هقلل من شغلي شويه عشان اعرف الاقي وقت للرياضه، لو قللت من شغلي شويه مش هعرف اصرف على الدايت اللي المفروض ان انا هعمله. لقيتها، انا هعمل تكميم. لا يا عم، انا شفت ناس كتير تعبت بسبب العمليه دي وبتاخد علاج طول عمرها بسبب كده، فقررت بقى ان انا خلاص لا هلعب بالهرمونات اسلي واحسن، خصوصا ان اول ما جت الفكره في دماغي اخدت نص قرص كده يوم الثلاث الساعه 8 الصبح، كنت خارج ساعتها من شيفت 24 ساعه في مستشفى وما نمتش فيهم الا ساعتين بس. رجعت يوميها على الشغل الثاني، ورغم ان شغلي فيه راحه كتير وانا ما بشربش قهوه فضلت فايق طول اليوم، خلصت ملزمتين مذاكره وقعدت طول اليوم عندي طاقه رهيبه مش عارف كنت اوديها فين بصراحه، وده كله كان رغم الاجهاد اللي انا تعرضت له. بس بصراحه اول ما وصلت البيت وحطيت دماغي على المخده نمت زي القتيل. بصوا بصراحه انا عايز اكمل الحلقه دي خصوصا ان وقت ما هتكون انت بتسمعها هكون انا جربت العلاج ده لمده شهر وسجلت التغيرات اللي بتحصل لي يوميا وحسبت الجرعات وتاثيرها عليا كان عامل ازاي. لو مهتم تشوف النتائج فيا ريت تتابعني واعمل كومنت تشجعني فيه على، وما تنساش الشير واعمل منشن لصاحبك الرفيع اللي عايز يتخن عشان انا بصراحه محتاج فار تجارب. ودمتم.